احنا في ولاد حدو، في ولاد حدو بوزكوره اقليم نواصر. تكلمنا على السلعه اللي عندك. السلعه الحمد لله احنا كنشريوها، شرينا كريف يامات الربيع مربعين عندنا، واكلين الربيع هنا، مش الغلم كاسبينا بيدينا، احنا ماشي شارينها وكنقلبوا فيها البيع. هاد الغلم عندنا احنا بكري كان شرينا شويه هاد العام، كان شويه الثمن الناس تكرفصوا شويه، الناس الدرويش هاد العام مسكين كيعاني نظرا للغلاء ديال الاسعار ديال العلف، كان شويه غالي، وكنتمنوا من الله اللي يشوفوا من حال الفلاح يرخصوا شويه اسعار الاعلاف باش الانسان يقدر التكلفه ديال اضحيه العيد. هذه السنه ديال الله عز وجل، كيولي الانسان كيعاني ملي كيبغي يشري هاد الاضحيه هادي كيجي حنا ولينا كنحشموا، كنبغي نهضروا مع الناس على السعر ديال الضحيه كتخلع شي حاجه واعره، شي حاجه قبيحه على الدرويش صراحه. كيفاش كتكون ردة فعل الناس ملي كتقول لي واحد الثمن اللي هو اصلا ما الانسان مسكين ملي كيسمع السومه راه كيتخلع كيقول كتشي، وحنا اصلا حنا اللي كنديروا هاد المهنه هادي، ما الثمن اللي كاين هاد العام ما عمره ما كان في التاريخ. العلف هاد العام كان واحد الثمن خيالي بزاف، وشكون اللي كيستافد من هادشي؟ هادوك الناس صحاب الفوارم وصحاب الشكاره كما كيقولوا هما اللي كيستافدوا. الدرويش دابا اللي داير حتى هو شي كسيبه قليله بحال هكا ديال 40 ولا 50، كيجيو عندو الناس والحباب والاصدقاء ديالو كيبغيو يشريو من عندو، هما عارفين شنو كاين، ولكن راه داك الثمن راه بزاف، راه بزاف على الانسان. شي حاجه قليله شي بركه وصافي، كدير هاد الزيادات وخا كاين ارتفاع الاسعار، وما عندك ما دير، غادي تشد العصا من الوسط كما كيقولوا، تاكل شويه وتخلي الدرويش هو يقضي الغرض باش يبقى وجهك نقي مع الناس. بالنسبه لثلاث ايام اللي بقات ولا اربع ايام من العيد، دابا راه كيعاودوا على واحد الثمن ولا راه شي ثمن عاوتاني رتافع بزاف، والانسان راه خارج دابا كيجري مساكن كيتجارى وعباد الله دابا في الرحبات. انا النصيحه ديالي والله اعلم، انسان يشري بكري الا كان كيعرف شي واحد مثلا كونفيونس ثقه كيبيع بهيم نقي يمشي يشري من عنده من المحل، راه كيخليه عنده ما كيزيد عليه والو، كيخليه عنده ياكل تما يبات تما في الامان، حتى كيقرب للعيد كيجهز الاضحيه ديالو كيمشي. هذا نظر ديالي. الانسان اللي باقي كيمشي الرحبه وكيمشي يبقى الزحامات والشفاره ودوك الشناقه كيزيدوا في البهيم تما تما، خرجوا على السوق بزاف ولا السوق كيمشي ليه الانسان، واحد شاد الحوليه ما معلف وما كاسب وما سارح وما حتى شي حاجه، كيصور فيه 1000 درهم 1500 درهم، كينوضوا الناس في المواقع التواصل كيبقاو يقولوا الحولي غالي الحولي غالي، راه الحولي كيغليه الثمن ديال الاعلاف ودوك الشناقه. اما الكساب بحالنا حنا، حنا الكسابه حنا راه كنتسخروا كتوجدي وكتعطيه كتشويه ديال البركه وكتقضي الغرض، ما كتبقاش تجبد الحبل بزاف. بالنسبه للاقبال كاين حديث على انه ضعيف هذه الوقيته، وحنا بقى غير ثلاث ايام على العيد والاقبال ضعيف، كيفاش كتشوف انت هذا؟ الناس باقا ما شارياش، ما قادراش تشري. امر عندي دابا ناس صغيورين، راه ما عندي دوك الصغار، الناس كيجيو كيقول لك ولينا ورينا الصغار فينا، ما بقاش كيقدر يشوف في هادشي، هما باقين عندي هنا الغلاظ هادو باقين شي بركه هنا، ما كيقدرش يشوف فيهم كاع، يسمع 96 98 100 كدا و80 ما كيقدرش عليها، كيمشي صحاب 50 و 56. الحوليات راه ما تباعوا دابا، كيجيو الناس كيسولوا على الحوليه ما بقاتش. علاش رايك كاين هذا الاقبال على الحوليه؟ نظرا للسومه الثمن ديال الاضحيه غالي بزاف، دابا حولي ديال 50 ولا ب 76 وديال 76 ديال 96 وغادا بزاف. الانسان كيشتري واحد الباريم عارفو هاد العام كيسمع شي حاجه ما كتدخلش ليه الراس، ملي كتقول لي انت العلف غالي وكذا وكذا كيقول لك السيناريو عندكم كل عام، ولكن هاد العام كان على حقيقي ما كانش فيه الكذوب نهائيا. رايك الناس اللي ما عندهاش واش يقدر مثلا ما يعيدوش؟ شوف احنا الحمد لله في بلد اسلامي كلشي كيعيد الحمد لله، واخا ما يشريش الاضحيه الناس كتعاون، يقدروا يشريو ليه، يقدروا يعيد مع شي عائله. الانسان حنا في بلد اسلامي ما كنفوتوش بعضياتنا. كذلك نصيحه للناس اللي كتبيع الحولي، اشي شويه ديال الرباح ويدير فيه الله البركه راه احسن من بقى بنادم يعصر ويعض، فهمتي؟ الانسان الله يحسن العون، الا جا عنده شي واحد ما فحالوش ييسر شي شويه، لا ضر لا ضرار كما كيقولوا، شي شويه ديال الرباح ويتقدى الغرض. كاين شي بالنسبه للمسؤولين، شنو تبغي توجهين كرساله بما ان كاين اعياد اخرى وربما يكون عاوتاني هذا الغلاء نفسه عاوتاني العام الجاي؟ الفلاح
الفلاح هو مصدر القوت تاع الشعب وديال المواطن وديال الدوله ككل. هو الفلاح هو اول واحد اللي خاصو يدعم وخاصو يتعاد النظر في القضيه دي. الحال البلاد عندنا احنا سبحان الله العظيم الفلاح هو اخر واحد كيفكروا فيه، ماشي غير الحولي، لا الفلاح ديال الزراعه ولا الفلاح ديال الخضروات ولا اي مهنه ديال اي مجال ديال الفلاحه ما كيتسوقوش، مخلي الانسان مع بعضياتهم. انسان الا مشى تبعد من هذا الميدان هذا والاخر بعد من الميدان ديال الفلاحه الزراعه ولا الاخر، اش غادي ياكل الشعب؟ نبقاو حنا نستوردو ديما ناخذ داك الشيء من برا. هاد العام دخلات الغلم ديال برا، الانسان ما باغيهاش، كل شيء ما باغيهاش، لا الفقير ولا اللي عنده ولا اللي ما عندوش. كتبان لي انا داك الشيء ما سبحان الله العظيم ما فهمتوش انا بهذا اصلا. هذيك الصفقه دار مع الشعب مع المواطن الفلاح ود البلاد ديريكت، بلا ما تمشي تلهي ودير صفقه، ديرها هنا، اعطي الدعم للفلاح هنا، يرخص الحولي. الحولي راه موجود، راه ماشي عندنا نقص حنا في الحولي، عندنا غلاء في الاسعار، هي اللي خارجه، هي اللي مغليه السعر ديال الحولي. هادشي اللي كاين، باش غادي تدخل الغلم من برا وغادي ترخص هادي، راه الشعب ما باغيهاش. راه انت كتقلب على شي حاجه، ما باغي تفرض على الانسان شي حاجه من راسك، راه ما يمكنش. انسان باغي حولي ديال البلاد وباغيه رخيص، يعني انت غتعاون الفلاح وتكون مراقبه، تكون لجنه صارمه، مراقبه صارمه على الاسعار ديال الحولي، وكل شيء يدوز بخير وعلى خير، ما يخليوش الانسان بوحدهم كيدير الكل يدير اللي في راسه. مرحبا اخوة، ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.